الدولة تواصل جهودها بكافة مؤسساتها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وضبط الأسواق. المنتخب الوطني يواجه السنغال في ذهاب المرحلة النهائية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. بعد 30 يوماً على العملية العسكرية الروسية، روسيا تعلن أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدماً كبيراً حول النقاط الرئيسية. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على اهتمام الدولة بملف الثقافة والفنون وكل ما من شأنه بناء شخصية الإنسان المصري والارتقاء بمستويات الوعي والمعرفة. جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا يرصد جهود وزارة الثقافة في إطار مشاركتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وما تضمنته من أنشطة وعروض فنية وثقافية تمت إقامتها في عدد من القرى المستهدفة، وذلك خلال شهري فبراير ومارس. حيث أشار مدبولي إلى أن ما تم تقديمه من أنشطة وعروض فنية وثقافية للمواطنين على مستوى الجمهورية خاصة بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة يأتي في إطار جهود تعزيز القيم الوطنية وتحقيق العدالة الثقافية وتوصيل الخدمات المعرفية لمستحقيها من أبناء الوطن. وفي هذا الإطار أكدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الديم أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمؤشرات جودة حياة المواطن والتوسع في مجالات اكتشاف ورعاية وتبني المواهب القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. نظمت وزارة الداخلية زيارات لعدد من ذوي الهمم والأيتام لعدد من قطاعات وزارة الداخلية للاطلاع على مرافقها وجهودها في منظومة حفظ الأمن. يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتواصلها كذلك مع كافة الفئات. بهدف تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع وتعريفهم بطبيعة عمل القطاعات الشرطية بما يعمق روح الولاء والانتماء لديهم، تنظم وزارة الداخلية زيارات ميدانية لتلك الفئات لهذه القطاعات. في هذا الإطار استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من ذوي الهمم والأيتام تعرفوا خلالها على طبيعة عملها وبرامجها التدريبية لإعداد رجال الشرطة، وتم اصطحابهم في جولة ميدانية للتعرف على مرافق الأكاديمية وشاهدوا جانباً من تدريبات الطلبة في ميادين التدريب فضلاً عن عروض كتائب الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. الهدف من الزيارة اكتساب روح الولاء والانتماء والمواطنة لأبنائنا داخل دور الرعاية الاجتماعية. وإلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة. كانت الزيارة التالية لذوي الهمم والأيتام فقد تم استقبالهم بالهدايا والورود وعقدت لهم ندوة للتوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة بحضور قيادات الإدارة مع عرض فيلم تسجيلي يوثق لإحدى مهمات الإدارة في ضبط تشكيل عصابي لجلب وتهريب المواد المخدرة. شفنا في المتحف أنواع المخدرات وإزاي بيتم تهريبها ومن خلال الفيلم الوثائقي اللي تم عرضه شفنا إزاي قد إيه في أعداء للبلد وقد إيه إن حجم الخطر كبير جدا. بصراحة استفدت جدا واليوم كان لذيذ والحمد لله. وفي متحف الإدارة استمعوا وشاهدوا أنواع المخدرات وخطورتها وأثارها السلبية على المجتمع، وقد أشادوا بالزيارة التي ساهمت في رفع الوعي لديهم بمخاطر المواد المخدرة. شكرا جدا لمجهودكم العظيم اللي انتم عملتوه معانا، وشكرا جدا للمعلومات القيمة اللي انتم بتنشدوا ان انتم تعلموها لنا، وان احنا نتعلم من حضراتكم كل يوم معلومة وكل يوم حاجة جديدة بتنفعنا. بصراحة أنا كان في معلومات كتيرة قوي ما كنتش أعرفها، كان معلوماتي محددة جدا، بس لما شفت الفيديوهات النهاردة في معلومات استفدتها كتير، وكمان لما طلعت فوق في حاجات أنا ما كنتش برضو عارفاها استفدت منها وعرفتها. أنا
صوته ومقطع ايده قوي. الوزارة نظمت زيارات أخرى لذوي الهمم والأيتام، وذلك إلى مركز التدريب البحري التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات. زيارة نظمها قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع قطاع الشرطة المتخصصة، شاهدوا أنواع اللنشات المستخدمة في مهام عمل الإدارة ومحاكاة لأعمال التدريب على قيادتها. وتم اصطحابهم باللنشات في رحلة نيلية، وهو ما أشادوا به وبالدور المجتمعي للوزارة في التواصل معهم ودعمهم والحرص على استقبالهم. وتعكس تلك الزيارات مدى اهتمام وزارة الداخلية بالجانب الاجتماعي في استراتيجيتها الأمنية من خلال الحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع وتعريفهم بجهود الوزارة لتحقيق الأمن والاستقرار. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 133 قضية تموينية بمضبوطات تقترب من 1654 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 127 طن سلع غذائية مختلفة و27 ألف عبوة زيت طعام، كما تم ضبط 1286 طن دقيق مدعم في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 118 طن، كما تم ضبط 32 طن إسمنت و16 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 44 طن إسمنت و30 طن حديد تسليح. كما وصلت وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 33 قضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية بلغت ما يقرب من 171.5 مليون جنيه. كما تمكنت وزارة الداخلية من ضبط مبالغ نقدية بلغت ما يقرب من 2 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى ضبط ما يعادل 7.5 مليون جنيه عملات أجنبية مختلفة، وضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة بما يعادل 162.5 مليون جنيه. أهلا بكم من جديد إلى نشرة السادسة. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جاما الاتفاق مع الغرف التجارية المصرية على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقا للأسعار السعرية قبل زيادة سعر صرف الدولار وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوى العالم. كما أعلنت وزيرة التجارة الاتفاق على التزام الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار ودراسة مساهمة الغرف التجارية بنسبة 2.5% من الاحتياطي النقدي للغرف في توفير شنطة رمضان، وذلك بالتنسيق مع المحافظين. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته مع رؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم. انطلق معرض أهلا رمضان الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك لتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان الكريم. بمشاركة كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية، انطلقت الفعالية الرئيسية لمعرض أهل رمضان في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر. بدأ فعليا المعرض الرئيسي اللي حضرتك فيه من 24 مارس ويمتد ل 31 مارس في بعض
المعارض تم افتتاحها في 15 مارس حتى آخر شهر رمضان. سيادة الوزير أعلن منذ فترة في أكثر من مناسبة أن المعارض هتستمر في المحافظات مع آخر مواطن أو مستهلك هيجيب احتياجاته من المعارض. امبارح كنا في افتتاح معرض أهل رمضان في محافظة الجيزة، واتفق مع معالي وزير التنمية المحلية أن هيبقى في معارض ثابتة في كل المحافظات وليس فقط في شهر رمضان، لأن أثبتت المعارض أن هي آلية جيدة جدا جدا في ضبط الأسواق وضبط الأسعار، لأن زي ما حضرتك شايف إقبال المواطنين أو المستهلكين عليها بيبقى منقطع النظير، والمبيعات كمان بتتضاعف لأن الأسعار اللي موجودة جوه هي أسعار التكلفة وأيضا بتغطي التكاليف والسعر العادل اللي نقصد بيه أن احنا بنحقق هامش ربح معقول. المعرض يقدم تخفيضات كبيرة بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30%، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر وغيرها من السلع الأخرى. فكرة المعرض أنه يعني بيبسط على الناس وبيبقى الـ 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 كل طبقات الشعب طبعا بتيجي، عشان من مختلف الشركات بقى اللي بتيجي 140 شركة منتجة بتعرض في المعرض، وبس الأسعار كويسة، أسعار في متناول الكل. الأسعار كويس الحمد لله، كويس وربنا يخلي لنا الريس والله واخد باله من شعبه قوي. المعرض اشتريت مكسرات، جميع أنواع المكسرات ودقيق وسكر وزيت وبيض وكل حاجة. المعرض جميل وكله أسعار كويسة وجميلة، وربنا يخلي السيسي يا رب ويخلي الحكومة كلها، وفرت لنا حاجات كتير. حاجة كويسة جدا وحاجة رخيصة والحاجة موجودة، ودي أحسن حاجة، دي أهم حاجة. الدولة تحرص على توفير مخزون من كافة السلع الغذائية خاصة مع دخول شهر رمضان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي طوال الوقت، بالإضافة لمد المعارض أكبر فترة ممكنة باعتبارها أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة لحماية المستهلك. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. يستضيف المنتخب الوطني في 9:30 من مساء اليوم نظيره السنغالي على استاد القاهرة الدولي في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. يسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة لوضع قدم في المونديال قبل مباراة الإياب في العاصمة السنغالية داكار. هذا وتمثل المباراة فرصة للمنتخب المصري لتعويض خسارة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل شهر أمام السنغال بركلات الترجيح. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان خطة تأمين الطبي لمباراة مصر والسنغال والتي تقام باستاد القاهرة الدولي. أوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن تمركز 19 سيارة إسعاف داخل الاستاد وفي محيطه، حيث تم توزيع 3 سيارات داخل الملعب وسيارتين خلف كل مدرج داخل الملعب بإجمالي 8 سيارات. كما تتمركز سيارة إسعاف أمام كل بوابة من بوابات الملعب بإجمالي 8 سيارات. وتتضمن الخطة كذلك وجود 7 فرق طبية داخل الملعب لتقديم الدعم الطبي اللازم حال الحاجة له، فضلا عن توفير كراسي متحركة، ومشيرة إلى رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات المتواجدة في محيط الاستاد. تتجه أنظار عشاق ساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف المواجهة المصرية للمنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي في ذهاب الجولة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. يسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة قبل مباراة الإياب على ملعب أولمبي بالعاصمة السنغالية داكار، حيث يأمل الجيل الحالي للفراعنة في تسجيل اسمه في التاريخ الذهبي من خلال التأهل لكأس العالم المرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني. هذا وتمثل المباراة فرصة للثأر بالنسبة للمنتخب المصري لتعويض خسارة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل شهر أمام السنغال بركلات الترجيح. ويتوقع أن تملأ الجماهير المصرية مدرجات استاد القاهرة، وذلك بعد إعلان نفاد جميع التذاكر المخصصة لحضور اللقاء، وكان عددها
60,000 تذكرة. منتخب موفق بإذن الله، تمام، وينزل بتشكيلة قوية ونفوز 3-0 بإذن الله، ويسجل أهداف تمام صلاح وزيزو ومصطفى محمد. إن شاء الله هيفوز، وإن شاء الله احنا كلنا ورا المنتخب واقفين وراه وبنشجعه، وإن شاء الله يفوز 2-0. عايزين نشوف لعب حلو كويس، مباراة مهمة جدا جدا عشان مصر تسعى طبعا. انا اتوقع انه ان شاء الله المنتخب هيفوز 2-1، ده اكيد يعني. اتمنى المنتخب المصري يكون عند حسن ظن كل الشعب المصري ويقدم اداء كويس. ماتش منتخب مصر والسنغال ان شاء الله بالفوز، ان شاء الله ان شاء الله 2-0، ويفرحونا جميع المصريين ان شاء الله. نتوقع ان شاء الله يؤدي اداء جيد ويرضي جماهيره، ويعني اتوقع ان النتيجه ان شاء الله تبقى 2-0 باذن الله. مصر هتكسب 2-0، ومحمد صلاح باذن الله هيجيب الجونين، وان شاء الله توفيق لمصر وباذن الله نوصل للمونديال. اتمنى كل خير للمنتخب المصري وبمشيئه ربنا سبحانه وتعالى، اللي احنا هنغلب باذن الله يعني بمشيئه ربنا هنغلب 2-1. ويفتقد المنتخب الوطني لجهود عدد من لاعبيه في مواجهه السنغال، على راسهم احمد حجازي الذي اصيب بتمزق في اوتار العضله الضامه خلال مواجهة المغرب بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بينما يغيب أكرم توفيق الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء نيجيريا بافتتاح مواجهات الفراعنة في أمم إفريقيا. كذلك يغيب رمضان صبحي لاعب بيراميدز الذي أصيب بتجمع دموي حول الركبة خلال الفترة الماضية. هذا وشهدت قائمة الفراعنة وجوها جديدة لم تشارك في بطولة أفريقيا الماضية، وهم كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر لاعبي بيراميدز، ومحمد مجدي أفشة، وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي. وإلى أسوان، حيث أكدت الجماهير أن المنتخب الوطني يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على تحقيق حلم التأهل للمونديال، كما تمنت الجماهير تمثيلا مشرفا يليق باسم مصر والكرة المصرية. لا، مصر هتفوز النهاردة 1-0، والجون بإذن الله مصطفى محمد هيحطه، وبإذن الله يلعبوا بنفس الروح اللي لعبوا بيها الماتش اللي فات ويعملوا أداء حلو إن شاء الله. بإذن الله النهاردة ماتش 2-0 بإذن الله، صلاح ومصطفى محمد بإذن الله. ونصيحة اللعيبة إن شاء الله النهاردة نلعب رجالة طبعا وسط جماهيرنا 100,000 بإذن الله، سواء أو 60,000، وعشان طبعا ماتش السنغال العودة هيكون صعب جدا، وإن شاء الله بإذن الله نلعب وإحنا ده إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله مصر هتكسب 2-0 بإذن الله، نيني واسمها صلاح. إن شاء الله مصر هي اللي هتفوز بإذن الله، بس هو هيكون الماتش يعني صعب شوية، تمام، بس انا احنا واثقين في الرجاله بتاعتنا وبتاعت مصر ان شاء الله، وان شاء الله انا متوقع محمد صلاح هو هيجيب جوان يعني ان شاء الله 2-3-0 بالكثير ان شاء الله. ان شاء الله الماتش هيبقى جميل وهيغلب ان شاء الله 1-0 وهيجيبه محمد صلاح باذن الله. ان شاء الله نتيجه المباراه باذن الله 2-0 للمنتخب، ان شاء الله هيجيب الاهداف محمد صلاح وتريزيجيه باذن الله. ولمتابعة أجواء الاستعدادات ورصد آراء وتوقعات الجماهير المصرية، ينضم إلينا من نادي النصر بمصر الجديدة كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية. كريم، يعني بعد التحية 3 ساعات وتنطلق هذه المباراة مصر والسنغال، ضعنا في الأجواء لديك الآن بين الجماهير والمشجعين. ب
بالفعل تنطلق المباراة يعني بعد ساعتين تقريبا أو أكثر ثلاث ساعات من الآن. هذه المباراة الهامة بين منتخب المصري ومنتخب السنغال، وهي تصفيات المؤهلة بالطبع لكأس العالم 2022 في قطر. هذا المونديال ربما الذي يعني يضع عليه الشعب المصري الأمال الكبيرة، خصوصا في ظل وجود المنتخب في ظل وجود اللاعب العالمي محمد صلاح في المنتخب المصري. بالطبع الآراء تباينت في الشارع المصري، كلها بطبع طموحات وأماني وتمنيات للمنتخب المصري بالفوز في هذه المباراة. بالطبع هذه مباراة الذهاب هنا في القاهرة، والإياب ستكون في داكار عاصمة السنغال بعد 4 أو 5 أيام من اليوم. نتحدث اليوم عن تشكيل المنتخب المصري، وهو بالطبع في خط الدفاع عمر كمال، نتحدث عن محمد عبد المنعم، نتحدث عن أحمد فتوح ومحمود الونش، وفي خط الوسط النني لاعب الأرسنال والمنتخب المصري، وأيضا بالطبع عمرو السولية، ونتحدث في الهجوم عن محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد. تباينت الآراء في الشارع المصري، هناك من يتوقع الفوز اليوم بنتيجة قوية على الأقل هدف أو هدفين، وهناك من يتوقع أيضا التعادل، خصوصا بعد المباراة الأخيرة في أمم أفريقيا التي فاز فيها المنتخب السنغالي. ولكن ربما دعم الجماهير في الشارع وفي النوادي من حولي الآن أكثر من شاشة عرض في نادي النصر الرياضي. المواطنون متواجدين بالفعل داخل النوادي في انتظار هذه المباراة، حتى قبل ساعات من بداية المباراة في الشوارع الأعلام متواجدة في كل الأماكن، في على السيارات، في حتى الشباب يعني يترجلون في الشوارع ممسكين بأعلام مصر، آملين بفوز قوي يضع ويثبت أقدام المنتخب المصري للتأهل لمونديال 2022. وبالطبع سنتابع الآراء خلال قبل المباراة وخلال المباراة وبعد المباراة بعد الفوز بإذن الله، وكل التمنيات بالتوفيق للمنتخب المصري اليوم أمام السنغال. يعني هناك حالة من التفاؤل تسود المشجعين والجماهير لديك والمتابعين داخل نادي النصر. كريم، توقعات متفائلة، كيف رصدت أراء المشجعين لديك أو الجماهير فيما يتعلق بأداء المباراة المتوقع والتمنيات طبعا أن يحرز صلاح الهدف داخل هذه المباراة أو في بداية هذه المباراة؟ يعني أبرز التوقعات التي رصدتها لديك. في حقيقة الأمر يعني الأمال موضوعة بشكل كبير جدا على النجم العالمي محمد صلاح، أنه ينافس، خصوصا أنه ينافس الآن على أحسن لاعب في العالم، لذلك الأمال كلها موضوعة على هذا اللاعب المصري الكبير، خصوصا بعد يعني تغريداته بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي طالبا دعم الجمهور والشعب المصري ووقوف الشعب المصري، خصوصا بوجود أكثر من 60,000 متفرج اليوم في استاد القاهرة. الشارع متوقع اليوم يعني حسبما تحدثت معه هناك توقعات بهدف أو هدفين على الأقل في بداية المباراة، وبالطبع كل من قال أن هناك سيكون هناك إحراز الأهداف قال أنه سيكون بداية بمحمد صلاح النجم العالمي سيضع الهدف الأول والبصمة الأولى. وبالطبع هناك توقعات أخرى التي وضعت تريزيجيه في المرتبة الثانية في وضع الهدف الثاني، وربما أيضا توقعوا أكثر من هدفين، بعض الآراء قالت أنك ستصل لثلاثة أهداف وربما أربعة أهداف. ولكن أيضا المنتخب السنغالي هو منتخب قوي جدا، وأيضا له تاريخ وله لاعبين محترفين مثل ساديو ماني، أيضا زميل محمد صلاح في ليفربول. إما لكن التوقعات تفاؤل كبير جدا من الشارع المصري على محمد صلاح وتريزيجيه مخصوص في هذه المباراة بوضع هدفين وثلاثة وأربعة في بعض الأحيان. الشباب أيضا والصغار متفائلين جدا بوجود محمد صلاح في المباراة اليوم. ربما تريزيجيه ليس في التشكيلة الأساسية في بداية المباراة، ولكن دائما ما يتعاون معه أو يضعه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري دائما يكون كبديل هام جدا ومؤثر في حقيقة الأمر. في نهاية في يعني كأس العالم الماضي في حقيقة الأمر كان تأهل للمنتخب المصري بهجمة قوية جدا من محمود تريزيجيه التي جاءت بضربة جزاء للمنتخب المصري وأحرزها محمد صلاح، لذلك توقعات كبيرة أيضا
هذه المرة بتفاعل كبير جدا وأداء قوي جدا من محمود تريزيجيه وأيضا محمد صلاح ليضعوا الهدف الأول والثاني وصولا حتى آملا في الرابع ليثبتوا أقدامهم قبل الذهاب لمواجهة السنغال في داكار في العاصمة السنغالية، خصوصا أنهم سيكونون وسط أرضهم وسيكون بالطبع معهم الحماس في بعد أن ربحوا مباراة كأس الأمم الأفريقية، ولكن التفاؤل كبير جدا من الشارع المصري من الشباب والأطفال والعائلات وحتى الرجال والمحللين الكرويين في حقيقة الأمر، يعني تباينوا في الآراء حول فوز المنتخب أو حتى التعادل، ولكن كما قلت وسأقول دائما وكما دائما الشارع المصري يقول بدعوات الشعب المصري ودعوات الجماهير وإيمانهم أيضا بدعمهم للمنتخب المصري بتاريخه في المباريات والذي فاز على منتخب السنغال بالقبل 7 مرات وفيما فاز السنغال فقط 5 مرات وتعادلوا في مباراتين فقط، لذلك ربما الأرقام والأجواء والشارع أيضا يحبز ويحفز فوز المنتخب المصري اليوم ربما بهدفين أو 3 كما ذكرت للتأكيد والإطمئنان ووضع طمأنينة في قلوب الشعب المصري قبل المواجهة الأخيرة للتأهل للمونديال 2022 في قطر. يعني دعوات وقلوب كل المصريين مع المنتخب الوطني اليوم لإحراز الفوز، وكما نرى في الصورة من خلف كان بدأ المشجعون يتوافدون لمتابعة المباراة، والبطل الرئيسي في هذا المشهد هو العلم المصري، العلم الذي يزين الشوارع ويزين الأماكن المختلفة اليوم لمتابعة هذه المباراة التي تجمع مصر والسنغال في تمام الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي. كل التوفيق بمشيئة الله لمنتخبنا الوطني. الزميل العزيز كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري من داخل نادي النصر بمصر الجديدة، شكرا جزيلا لك. هذا وقد رصد التلفزيون المصري آراء وتوقعات الجماهير في محافظة سوهاج لمباراة مصر والسنغال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وأعرب عدد من المواطنين عن أمنياتهم بتحقيق المنتخب لأداء مشرف ومؤكدين ثقتهم في لاعبي المنتخب. بإذن الله مصر هتفوز النهاردة في مصر والسنغال، وبإذن الله النتيجة 3-0 بإذن الله، وهنصعد لكأس العالم. توقعات 2-0 علشان مصر ما يدخلش فيها جون أبداً، وبصلاح وزيزو هنفوز ان شاء الله. ان شاء الله المنتخب المصري 2-1 ويرفعوا راسنا ونفوز ويلعبوا كويس. ان شاء الله نكسب 3-0 كده عشان الماتش العوده يعني وكده. ان شاء الله نكسب 3-0، ان شاء الله صلاح وزيزو يجيبوا، صلاح هيجيب جون وزيزو يجيب هدفين. مباراه مهمه جدا طبعا بين مصر والسنغال، مباراه تعتبر يعني مصريه ان شاء الله اللي وصلنا لكاس العالم، مباراه من شوطين ان شاء الله، الشوط الاول في مصر نتمنى ان شاء الله من علي القدير ان هو ينتهي على الاقل ان شاء الله يا رب ان شاء الله ب 3-0 او مثلا ب 2-0. اتوقع ان شاء الله منتخب مصر يفوز 2-0، بس طبعا مباراه قويه جدا ان شاء الله. كده المباراه النهارده باذن الله تكون جميله ان شاء الله، واتمنى بالتفوق باذن الله في اللي جاي يكون احسن باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله مصر تفوز ان شاء الله 2-0 ان شاء الله، متوقع كده ان شاء الله. أعلنت روسيا أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدما كبيرا حول النقاط الرئيسية، وذلك بعد 30 يوما على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي بأن الموقف الروسي الأوكراني تتلاقى فيه المواقف فيما يتعلق بالنقاط الثانوية، وأشار إلى سعي روسيا إلى صفقة شاملة في المحادثات مع أوكرانيا تغطي كافة القضايا، لافتا إلى أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق بغير ذلك. قال الكرملين إن التصريحات الأمريكية حول احتمالية لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا لصرف الانتباه عن المسائل المحرجة لواشنطن. وأشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي إلى أن الجيش سيقدم مقترحات إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تعزيز روسيا لدفاعاتها ردا على قيام حلف الشمال الأطلسي بتعزيز جناحه الشرقي. وأوضح بيسكوف أنه لا يوجد موقف رسمي بشأن ما إذا كانت موسكو ستعيد بناء البلدات والمدن الأوكرانية مثل ماريوبول.
حذرت الخارجية الروسية من حالة إفلاس عالمية إذا رفضت الدول دفع ثمن صادرات الغاز الروسية بالروبل. وقالت الوزارة أيضا إن خروج روسيا من منظمة التجارة العالمية سيكون له تداعيات سلبية. يأتي ذلك فيما ذكر الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر شركة غازبروم عملاق الطاقة الروسي بقبول الدفع بالروبل مقابل صادراتها من الغاز الطبيعي إلى قارة أوروبا. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف واشنطن بإجراء أنشطة بيولوجية في دول عدة دون علم حكوماتها، معربا عن قلق بلاده من مساعي كييف بالحصول على الأسلحة النووية. كما شدد لافروف على أنه رغم كل جهود الغرب لعزل روسيا فلا يزال لديها العديد من الشركاء، مشيرا إلى أن غالبية دول العالم لن تنضم إلى سياسة العقوبات ضد بلاده. وهم لديهم هدف وعلني بهدم وخنق الاقتصاد الروسي وروسيا بشكل عام، ونحن نرى أن هذه العقوبات التي لا نهاية لها والقيم التي كان يؤمن بها دائما في الدول الغربية، كل هذا الآن أصبح غير مهم بالنسبة لهم، وهذه القيم يضعونها جانبا الآن خلال تعاملهم مع روسيا. والآن رغم كل جهودهم لعزل روسيا فهذا غير واقعي، ونحن لدينا عدد كبير من الحلفاء والشركاء في العالم والمنظمات المختلفة التي تعمل روسيا معها، وسوف نستمر بعملنا معها. قال الجيش الروسي إن 1351 من جنوده قتلوا منذ بداية العمليات الروسية في أوكرانيا، متهما الدول الغربية باقتراف خطأ بتسليمها أسلحة لأوكرانيا. يأتي ذلك فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية سيطرت على 93% من أراضي منطقة لوهانسك، وأشارت إلى تحقيق موسكو الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من عملياتها في أوكرانيا، مؤكدة أن روسيا ستركز على السيطرة الكاملة على منطقة دونباس. كما لم تستبعد وزارة الدفاع الروسية احتمال اقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة. بحث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وأوضح زيلينسكي عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن المباحثات تضمنت وصول المساعدات الإنسانية إلى المدن الأوكرانية المحاصرة بسبب العملية العسكرية الروسية. كما تضمنت المباحثات سبل التعاون العسكري مع اليونان. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية نجحت جزئيا في إنشاء ممر بري بين القرم ومنطقة دونسك. كما أعلنت شرطة مدينة خاركيف أن روسيا قصفت عيادة كانت تعمل كمركز للمساعدات الإنسانية في المدينة. وفي بيان لها أكدت شرطة خاركيف أن قصف البنية التحتية بعدة قاذفات صواريخ أدى إلى إصابة 7 مدنيين، توفي منهم 4. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الشعب الأوكراني لديه الكثير من الشجاعة والجرأة في مواجهة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وخلال لقائه عددا من الجنود الأمريكيين في مدينة جيوف البولندية قرب حدود أوكرانيا، شدد بايدن على الحاجة لمساعدة أوكرانيا ووقف الهجوم الروسي عليها. ليس فقط ما تفعلونه هو مساعدة الشعب الأوكراني، وليس ما تفعلونه لمساعدة أوروبا لاستعادة ثقتها. السبب في ذلك عندما طلب مني إرسال 12,000 جندي مرة أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن لدينا هذا القدر من الجنود من قبل في أوروبا، ولكن نحن القوة المنظمة للعالم. ولكن قلت نقمنا بإرسال أفضل جنود موجودين في أمريكا، وهذا ما تمثلونها أنتم. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن استغناء أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية سيعزز أمنها القومي وكذلك أمن الطاقة لديها،
مشددا على أن بلاده ستعمل مع الاتحاد الأوروبي على تسريع استغنائه عن النفط والغاز من روسيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين عقب انتهاء قمة مجموعة السبع الكبار في بروكسل. نرحب الإعلانات والتصريحات بالاتحاد الأوروبي في بداية هذا الشهر بالنسبة للغاز الروسي، وطبعا نحن اليوم نعمل معا إزاء تحقيق هذا الهدف، ونحن نحقق تقدما فيما يتعلق بمستقبل نستخدم فيه الطاقة النظيفة. نحن نريد أولا أن نساعد أوروبا في أن تكون غير معتمدة على الغاز الروسي، وذلك بأسرع طريقة ممكنة. ثانيا، إنتاج الغاز وتوفير الغاز لأوروبا، ونحن نعمل على ذلك مع شركائنا المحليين والدوليين لتأمين 15 مترا مكعبا من الغاز في هذا العام، وسوف نستمر بالعمل على ذلك. وطبعا نحن نعمل أيضا لضمان مزيد من تلبية الطلب على الغاز بخمسين متر مكعب من الغاز الذي يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية للتعويض عن الغاز الروسي. من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اتفاق واشنطن والاتحاد الأوروبي على اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة في تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة، وذلك لضمان أمن الإمدادات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي. كما شددت فوندرلاين على أن الأزمة الأوكرانية أبرزت أهمية تعزيز التعاون الجماعي لتعزيز قدرات الدول الأوروبية في مواجهة روسيا. فإن الحلف الأطلسي يقف أقوى وأكثر تضامنا ووحدة من أي وقت مضى. نحن حازمون على الوقوف أمام أو بوجه هذه الحرب الوحشية من روسيا. ستكون فشل استراتيجي لبوتين. تعاوننا على الموجات الأربعة من العقوبات أو الحزمات الأربعة من العقوبات كان استثنائيا. هذه العقوبات والعمل الذي نقوم به إزاء استنزاف نظام روسي أمر مهم. عملنا على هذه العقوبات يبين أنه عندما نعمل معا نحن أقوى، ونحن نستطيع أن نصنع فارقا حقيقيا. وسنستمر بتعزيز تعاوننا في عدة طرق استراتيجية. قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن المحادثة التي أجراها جونسون مع رئيس الصيني شي جين بينغ كانت صادقة وصريحة وتضمنت بحث الوضع في أوكرانيا. وقال البيان إن الزعيمين ناقشا على مدار ساعة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الوضع في أوكرانيا، لافتا إلى اتفاقهما على التحدث مرة أخرى قريبا. هذا وقد حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية من أن الأزمة الروسية الأوكرانية تدفع أسعار السلع إلى الارتفاع، وأضافت أنه من المرجح أن الأزمة تخفض من توقعات النمو العالمي في العام القادم. وتعتبر أوكرانيا تعتبر موردا عالميا رئيسيا للقمح والذرة، وقد ارتفعت الأسعار منذ أن بدأت روسيا في عملياتها العسكرية بأوكرانيا. وأضافت كذلك المسؤولة الأمريكية بأنهم يشهدون ضغوطا على أسعار السلع الأساسية بسبب الوضع بين روسيا وأوكرانيا، وأهمها على النفط والغاز الطبيعي. قالت معدز لخدمات المستثمرين إنها تعتزم سحب تصنيفاتها الائتمانية للكيانات الروسية، وهو ما يأتي عقب خطوتين مماثلتين من كل من فيتش وستاندرد أند بورز للتصنيفات العالمية. وكانت مودز الشركة الأم لوكالة التصنيف الائتماني قد علقت في وقت سابق من هذا الشهر العمليات التجارية في روسيا على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا. We'll be right back.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العقبة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربعة في جميع المجالات خاصة التجارية والاقتصادية، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة ما يتعلق بمواجهة تداعيات وأثار الظروف العالمية الحالية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة والتجارة، وذلك على النحو الذي يحافظ على الاستقرار الإقليمي وأمن المنطقة. السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان ومسيرة مفخخة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه نجران المتاخمة لحدود السعودية مع اليمن. تمكنت القوات اليمنية من إحباط محاولة هجومية لقوات الحوثي في محافظة مأرب من عدة محاور، وذكر مصدر عسكري يمني بأن قوات الحوثي قصفت في جبهة الكسارة غرب مأرب مواقع الجيش الوطني والمقاومة، لكنهم أجبروا على التراجع تحت نيران المدفعية مخلفين عناصرهم التي تسللت بين قتيل وأسير. قال التحالف العربي إنه تم استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، وكانت وسائل الإعلام الرسمية السعودية قالت نقلا عن التحالف بقيادة السعودية اليوم إن الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان ومسيرة مفخخة أطلقت باتجاه نجران المتخمة لحدود المملكة مع اليمن. وأوضح التحالف في بيان أن قوات الحوثي تحاول إفشال المشاورات اليمنية، مؤكدا دعمه الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، كما شدد التحالف العربي على أن استمرار الأعمال العدائية يهدد الأمن الإقليمي والدولي. انطلقت قافلة طبية بالوحدة الصحية بالزعفرانة والتابعة لإدارة رأس غارب الصحية على مدار يومين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 91 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء 50 فحصا معمليا وإجراء عدد 28 أشعة وسونار، كما تم إجراء عدد 34 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. شهدت قرية عدن بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استمرت أعمالها لمدة يومين بالقرية، تم خلالها الكشف على 450 حالة للمواطنين بالقرية، وتم صرف العلاج لهم بالمجان من صيدلية القافلة. يأتي هذا في إطار توجهات وزارة الصحة للوصول إلى القرى النائية بالمحافظات الحدودية لتوفير العلاج الطبي للمواطنين. من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أحمد محروس أن القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة مستمرة، ويتم تنفيذها بواقع 8 قوافل شهريا بإجمالي 16 قافلة تستفيد منها جميع قرى الوادي الجديد. الدولة أطلقت قوافل حياة كريمة حرصا من الدولة أن جميع الخدمات الطبية توصل لكل المناطق اللي هي بيبقى الوصول ليها صعب او غير متوفر فيها بعض الخدمات الطبيه. احنا عندنا الشهر اللي فات حققنا حوالي 5500 كشف، الكشف ده بيشمل كشف اكلينيكي على اشاعات تحاليل على صرف ادويه، ولو كان في عمليات ولا حاجه فالعمليات دي بيتم تحويلها لاقرب مستشفى. أكد منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية محمد ترك أنه تم استقبال 6000 كرتونة مواد غذائية
ضمن مبادرة وصل الخير لخدمة المواطنين في القرى بمحافظة الإسماعيلية. هذا وقد أضاف منسق المبادرة أن القافلة هي ضمن الموجة الأولى لمجموعة قوافل ستصل خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة مراكز المحافظة تباعا، وليستفيد بها أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع. تواصل مديرية الصحة تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا. يأتي هذا ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى تحسين صحة المواطنين. أوضح وكيل وزارة الصحة محمد نادي بأن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الفرجاني بمركز بني مزار يومي 23 و24 من مارس الجاري بمختلف التخصصات الطبية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين. أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1793 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية والعلاج وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لصدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها، مشددة على أنه تم السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل على النحو الذي تمت به العام الماضي، بحيث تكون مدتها في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة. استقبل المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية أمير التلواني وفدا مشتركا من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بداخل مقر هيئة الرعاية الصحية بالأقصر. تهدف الزيارة إلى التعرف على نجاحات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر وإنجازاتها، وبحث أوجه التعاون لدعم نجاح المنظومة، لافتة إلى أن الزيارة شملت تفقد وفد البنك الدولي لمستشفى الكرنك الدولي ومركز طب الأسرة منشأة العماري التابعين للهيئة بمحافظة الأقصر. افتتحت مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط مسجدين اثنين، أحدهما مسجد الأحمدي في منطقة السنانية في مركز دمياط. وأقيم المسجد على مساحة 350 مترا مربعا ومبني بالجهود الذاتية بتكلفة تصل لمليون جنيه. وأكد محمد سلامة وكيل الأوقاف على استمرار افتتاح المساجد في كل مكان، وذلك يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، مشيرا إلى وعي الدولة الكبير بعناية المساجد عناية خاصة، وأن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة يحسب لوزارة الأوقاف ويعكس اهتمام الدولة المصرية بإنشاء المساجد. الجمعة الأخيرة أذن لنا معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة بافتتاح مسجدين في محافظة دمياط. هذا وأول المساجد الذي ستفتح إن شاء الله في هذا اليوم هو مسجد الأحمدي. ومسجد الأحمدي أسس بالجهود الذاتية، وهو عبارة عن دورين مصلى رجال مساحتهما 350 متر. قامت الأهالي بالجهود الذاتية حوالي من مليون جنيه تكلفة هذا المسجد بدوريه، وقد قامت وزارة الأوقاف بفرش هذا المسجد على نفقتها، وإن دل ذلك دل على حرص وزارة الأوقاف على عمارة المسجد، والأهالي لهم دور كبير في عمارة المساجد في محافظة دمياط. افتتح محافظ مطروح خالد شعيب مسجد عباد الرحمن بقرية المثاني البحرية. يأتي هذا في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتابعة لمدينة النجيلة غرب مطروح بتكلفة بلغت مليون جنيه. بنبارك لأهلنا في قرية المثاني التابعة لمدينة النجيلة بافتتاح بيت من بيوت الله ومسجد عباد الرحمن. هذا المسجد المبارك على مساحة 250 متر بتكلفة بلغت مليون جنيه،
بجهود الذاتية من أهل القرية بارك الله فيهم، وتم الفرش من وزارة الأوقاف. إن شاء الله يكون هذا المسجد مسجد مبارك ونافع لكل أهلنا في قرية المساني، هذه القرية الغالية على قلوبنا جميعا من مدينة النجيلة. والآن نتحول إلى أخبار المال والأعمال، تستعرضها لنا آية كفوري. إليك آية. شكرا محمد، شكرا هبة. والآن نتحول إلى جولات الاقتصادية محليا وعالميا. ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي نحو 54 مليار و300 مليون جنيه، مدعومة بقرارات البنك المركزي والحكومة الداعمة للاقتصاد في مواجهة تداعية الأزمة العالمية، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 750 مليار جنيه مقابل 695 مليار و700 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي. وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 9.16% ليبلغ مستوى 11,719.16 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 5.32% ليبلغ مستوى 1,995.45 نقطة. كما شملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسان طاقا والذي أضاف نحو 6.1% ليبلغ مستوى 3,022.23 نقطة. شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فعالية اليوم الثاني من اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة، وخلال جلسة وذرية نقاشية ضمت وزراء الطاقة في 44 دولة، دعا الملا إلى ضرورة التعاون والتكامل لتهيئة الظروف المناسبة للقارة الأفريقية لتحقيق التحول الطاقي بشكل متوازن وواقعي يراعي متطلبات القارة وأوضاعها الاقتصادية والمعيشية، مؤكدا أهمية الدور العالمي في توفير التمويل والتكنولوجيات اللازمة للقارة الأفريقية دعما لها في الحصول على طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية. استقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت سفير اليابان في القاهرة لبحث فرص جذب الاستثمارات اليابانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، واستعرض الاجتماع آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا سيما المتعلقة بتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات الرقمية. وخلال اللقاء أكد وزير الاتصالات على تميز وقوة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان على المستويين السياسي والاقتصادي، موضحا جهود الدولة لإقامة مجتمع رقمي متكامل وبناء مصر الرقمية. وفي أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا بنحو 1% إلى 1921 دولارا و23 سنتا للأوقية. أما على الصعيد المحلي عاد سعر الذهب في مصر للارتفاع مع حلول منتصف التعاملات بعدما فقد 10 جنيهات للجرام مع بداية التعاملات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 857 جنيها، في حين لما سعر 21 السعر وصل اليوم إلى 994 جنيها، وسجل عيار 24 سعر وصل اليوم إلى 1148 جنيها، وأخيرا وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 7952 جنيها. اختتمت فعاليات اليوم العالمي للمياه بمحافظة البحر الأحمر تحت شعار كل نقطة بتفرق. وقال رئيس شركة مياه البحر الأحمر محمد عيسى إن فريق التوعية والعلاقات العامة بالشركة
قام بتنظيم الاحتفالية ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، وتضمنت الاحتفالية عروضا للأطفال ومسرح رائس للحث على ترشيد استهلاك المياه وورشا ومسابقات فنية وعددا من الألعاب التفاعلية وأنشطة توعوية. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى محمد عبد وهيب حسين، إليكم. شكرا لك يا آية. نعت وزيرة الثقافة إناس عبد الديم الفنان القدير أحمد حلاوة الذي رحل اليوم عن عالمنا عن عمر ناهز 73 عاما إثر أزمة صحية عقبت إصابته بفيروس كورونا. وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل شكل علامة بارزة في فن التمثيل والإخراج، ونجح على المستويين العملي والأكاديمي في إبداع أعمال معبرة ستبقى راسخة في وجدان الجمهور المصري. وقدمت الوزيرة العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته. رحم الله الفنان أحمد حلاوة. وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة السادسة، بقي تذكير بأبرز عناوينها. الدولة تواصل جهودها بكافة مؤسساتها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وضبط الأسواق. المنتخب الوطني يواجه السنغال في ذهاب المرحلة النهائية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. بعد 30 يوما على العملية العسكرية الروسية، روسيا تعلن أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدما كبيرا حول النقاط الرئيسية. نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.